يا رمضان يا شهر الهدى، يا شهر الندى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أيام رمضان المباركة تذكرنا بأيام مضت كان الناس لا يفوتون فيها الفرصة لتلقي العلم من أهل المعرفة، لا سيما في هذا الشهر العظيم. فإن شهر رمضان هو أفضل شهور السنة عند الله تعالى، وفيه ليلة هي أفضل ليالي العام، ألا وهي ليلة القدر. ففي شهر رمضان كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخرج فقهاء، وعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا الرسول له أن يعلمه الله الحكمة والتأويل. وكان صغير السن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يجالس علماء الصحابة كعمر رضي الله عنه، وكان عمر يدنيه منه ويجلسه في مجالسه. فسأله بعض الناس عن ذلك، قالوا له: لما تدنيه منك دون غيره من أولادنا؟ فقال عمر: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وهكذا أيها الأحبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على طلب العلم، فقال: أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم. فعليكم بطلب علم الدين من أهل المعرفة، ولا تجعلوا جل أوقاتكم لأمور الدنيا فقط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا مزرعة الآخرة، فهلا أحسنتم الزرع حتى تستعدوا بالحصاد؟ وأيام هذه الدنيا فمهما طالت فهي إلى نهاية، وأنفاسنا مهما كثرت فهي معدودة. والذكي أيها الأحبة من جعل آخرته عامر بالعمل الحسن، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. أيها الأحبة المؤمنون، لا تستسلوا للهوى وللنفس الأمارة بالسوء، إياكم والغفلة التي تودي بكم إلى غياهب الجهل والمعاصي. نوروا قلوبكم بنور علم الدين وبنور التقوى. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونوروا قلوبكم بنور الاستغفار، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. ها هي أيام رمضان المباركة قد أشرقت، فلا تفوتوها بدون عمل عظيم يكون ذخرا لكم للآخرة. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. شمروا عن سواعد الهمة، واحضروا مجالس أهل العلم الصادقين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وكونوا مع الصادقين. ربنا إنك أعلم بأحوالنا، فأصلح لنا حالنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رباه ارزقنا حسن الختام ورؤية خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صومنا، واغفر لنا ذنوبنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.